مع اقتراب الدخول المدرسي يتساءل التلاميذ وأوليائهم على حد سواء عن الإجراءات التنظيمية المتخذة تحسبا لهذا الموعد الهام الذي يأتي في ظرف خاص يفرضه استفحال وباء كورونا. في قاعة الدراسة حيث قررنا على أن يكون هناك أفواج مصغرة ضمانا لهذه التدابير الوقائية والاحترازية على أساس أنه لا يجب أن يتعدى عدد التلاميذ في أي فوج تربوي 20 تلميذا مع احترام التباعد الجسدي. رغم التطمينات التي قدمتها الوزارة الوصية تبقى بعض النقاط والجوانب تتطلب المزيد من التوضيح ورفع اللبس عنها. احنا شفنا باللي البروتوكول هذا يقول لك ان نظموا افواج من 20 الى 15 الى 18 تلميذ في القسم. احنا كنا على بالنا باللي في السابق كاين اكتظاظ كاين حتى وين القسم فيه 40 تلميذ. اسكو اليوم راح يقسموا الفطره على 3 مراحل وين التلميذ يقرا ساعه ونصف او وما يعاودش يرجع لمقاعد الدراسه بعد ما كان يقرأ 4 سوايع أو 5 سوايع في النهار، ديك الساعة ونص تكفيه باش يكمل البرنامج في آخر السنة. شيء آخر، لكن التلميذ خذا ساعة ونص، أسكو راح ينجم يخرج إلى البيت ويروح ومن بعد كيعاود يولي. ليبقى الالتزام بالبروتوكولات الصحية والوقائية واجب الجميع وليس التربية فحسب، لحصر انتشار الفيروس وبالتالي التمهيد لعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل.